مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم. يوم قضى، هذه أهم أحداثه. خلال اتصالين هاتفيين مع نظيره القبرصي ورئيسة وزراء الدنمارك، الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها المكثفة على غزة، وارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 7000 شهيد و 18000 جريح. بيان عربي مشترك يندد باستهداف المدنيين ويرفض التهجير القسري والعقاب الجماعية في غزة. تفاصيل أحداث 24 ساعة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث تناول الاتصال تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادا أوسع تزيد من تعقيد الموقف. وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي استعرض نتائج الاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم في قطاع غزة هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، كما أكد أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من رئيسة وزراء الدنمارك، تناول التباحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة. خلال الاتصال شدد الرئيس على استمرار مصر في مسعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة وضمان نفاذها إلى القطاع. من جانبها، أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن التقدير الكبير للجهود المصرية الحثيثة المبذولة على مختلف الأصعدة التي تكللت بتنظيم قمة القاهرة للسلام، كما أكد الجانبان الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع. أكد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين والمغرب إدانة استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وذلك في قطاع غزة وجميع الانتهاكات والتجاوزات التي تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية. جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية الدول التسع، والذي شمل إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي وكذلك سياسة العقاب الجماعي، وتأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب وشعوب دول المنطقة أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب. كما أكد البيان على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين من المدنيين وضمان توفير معاملة إنسانية لهم، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد. وشدد البيان على أن حق الدفاع عن النفس لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبا مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار. طلب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي بالتصويت لوقف ما أسماه بالجنون الإسرائيلي في غزة، داعيا دول العالم إلى اختيار السلام لوضع نهاية لحرب مزدوجة المعايير. وأمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد بين إسرائيل وحماس، قال منصور إن 70% من ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة هم من النساء والأطفال، وأشار إلى استشهاد 3000 طفل فلسطيني على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر. وأضاف منصور أن قوات الاحتلال دمرت خلال عملياتها 40% من المنازل في غزة وشردت أكثر من 1,400,000 نسمة.
دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم لهدنة مؤقتة في غزة للسماح بوصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية. وأصدر المجلس الأوروبي بيانا بعد ساعات من المفاوضات في قمة الكتلة في بروكسل أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة. وأضاف الإعلان أن الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل وثيق، وذلك مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للغذاء والماء ورعاية طبية والوقود والمأوى وضمان وصول تلك المساعدات إلى المدنيين. أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرارين حول الأوضاع في غزة، مؤكدا أن هذا الإخفاق يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. وشدد أبو الغيط على أن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار وتصر على منح إسرائيل رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مسمى الدفاع عن النفس. ودعا أبو الغيط الأطراف كافة إلى مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة التي تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير. هذا وتواصل إسرائيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يعيش أهالي القطاع تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير في واقع مظلم وقاتم ومخيف تعلو فيه أصوات البنادق ويتقاعس فيه المجتمع الدولي وتقف فيه العدالة الدولية صامتة عاجزة. فإسرائيل لم يعد هدفها نزع سلاح المقاومة كما كان في المجازر السابقة داخل القطاع، لكن هذه المرة إبادة سكان غزة. المزيد في هذا التقرير. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 20 على التوالي العدوان على قطاع غزة باستهداف أهداف مدنية ومستشفيات عبر شن طائرات الاحتلال عشرات الغارات العنيفة بما يشبه سياسة الأرض المحروقة، وألقت خلالها عشرات الأطنان من المتفجرات في المناطق الحدودية شمال القطاع وشرقه، وألحقت دمارا في ممتلكات المواطنين. كما استهدف الطيران الإسرائيلي مربعا سكنيا في معسكر خان يونس غرب غزة. وبالتزامن أعلن جيش الاحتلال أن قواته البرية تنفذت عملية وصفها بأنها محددة الهدف شمال القطاع الليلة الماضية، وقال إنه هاجم خلالها أهدافا لحركة حماس، بينما أكدت الفصائل الفلسطينية أنها أصابت طائرة مروحية إسرائيلية شرق مخيم البريج بصاروخ سام 7. كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها أطلقت صاروخا باتجاه منتجع إيلات جنوب إسرائيل على بعد نحو 220 كيلومترا من غزة ردا على العدوان الإسرائيلي على القطاع. إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن الصاروخ وقع في منطقة نائية دون ورود أنباء عن سقوط خسائر. يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع تجاوزت 7000 شهيد وأكثر من 18000 مصاب. في غضون هذا حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية من أنه لا مكان آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع. وأكدت لين هاستينغز أن الإنذارات المسبقة التي يوجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها لا تحدث أي فرق. وفي الضفة الغربية المحتلة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس، كما أصيب 8 فلسطينيين في رام الله جراء هجوم من المستوطنين الإسرائيليين. وقامت قوات الاحتلال أيضا باعتقال 80 فلسطينيا في الضفة بينهم 5 نساء. كما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 104 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر الجاري. وفي ظل الحرب الانتقامية التي تشنها إسرائيل على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية مستغلة غياب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن حل الدولتين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وقال المالكي في لاهاي إنه يجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية على نحو عاجل. كما رفض المالكي مقترحا أوروبيا بتحديد فترات هدنة إنسانية من القصف في غزة باعتبار اقتراحا غير كاف ولا يضمن عودة إمدادات المياه والكهرباء. على الجانب الآخر قال بيني جانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عسكرية وغيرها من التدابير لعدة سنوات لاستعادة الأمن في المنطقة الجنوبية في إسرائيل. تصريحات جانتس تزامنت مع إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية عزمها تمديد عملية إخلاء التجمعات الاستيطانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان حتى نهاية العام الجاري. كما أعلن جيش الاحتلال أن عدد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة يبلغ 224 منذ هجمات 7 أكتوبر. تسلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني شاحنات جديدة من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح تحتوي على مياه وأغذية وأدوية ومستلزمات طبية. هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث وصلت طائرة إغاثية رابعة من الكويت إلى مدينة العريش تمهيدا لإيصال حمولاتها للقطاع. كما وصلت مطار العريش طائرة تابعة لليونيسف وطائرتان مغربيتان محملتان بمساعدات إنسانية عاجلة لتسلم إلى الهلال الأحمر المصري الذي سيتولى إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. على الأرض، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية بمنطقة جنوب لبنان استهدفت أحد المواقع بزعم إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق بلدة علم الشعب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. تحت عنوان الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، نظمت الجامعة العربية ندوة للإعلام العربي بمشاركة قيادات وخبراء الإعلام العربي والمصري لمناقشة تداعيات الحرب في غزة. خلال الندوة تمت مناقشة وهيمنة الرواية الإسرائيلية على وسائل الإعلام الغربية، كذلك حجب المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى سبل التحرك الإعلامي العربي لدحض هذه الرواية وكشف الحقائق للرأي العام العالمي. تحت عنوان الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، نظمت الجامعة العربية ندوة للإعلام العربي بمشاركة قيادات وخبراء الإعلام العربي والمصري. إن الهجمات الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة أدخلت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مرحلة بالغة الدقة والخطورة، وأظهرت أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة لإيجاد أفق سياسي لهذا الصراع المرير بالتوصل لتسوية منصفة ومستدامة في إطار قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. كيف تتعاطى وسائل الإعلام الغربية كما ذكر أخي الخطابي؟ هناك مسح لآلاف العبارات التي تساند الفلسطينيين والتي تريد أن تظهر الحقيقة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق الذي يعتبر في إسرائيل حمامة سلام، وهو حمامة حرب وحمامة إبادة جماعية، يائير لابيد، يقول في خطاب أمام الناس بدون خجل بكل وقاحة، يقول لوسائل الإعلام، يقول لهم: إذا كنتم ستظهرون الرواية من جانبين فأنتم مذنبون. خلال الندوة تم مناقشة تداعيات الحرب في غزة والتي أظهرت جوانب متعددة في التواصل مع الآخر. رأينا مجموعة من الأخبار المزيفة أشهرها قطع رؤوس 40 رضيع التي روجها الإعلام الإسرائيلي وصدقها الرئيس الأمريكي شخصيا لكنه تراجع عنها فيما بعد واعتذرت عنها CNN. الرواية الشهيرة جدا الخاصة بكنيسة المعمداني، بطبيعة الحال غالبية الأوروبيين للأسف صدقوا أن منظمة إحدى حركات المقاومة والجهاد الإسلامي هي التي قصفت الكنيسة، وبطبيعة الحال كان كل هذه أخبار تدل أو إشاعات تدل على قوة الإعلام الإسرائيلي. موضوع كيف تصنع رواية
حقيقية، كيف تخاطب الطرف الآخر، وكيف تخطط للمستقبل. في رد فعل أولي زي ما أنا قلت للناس، الرد الفعل الأولي أن احنا كان لابد أن نواجه هذه الرواية الزائفة بكل الطرق. الرد الفعل القادم هو بناء إعلام، منظومة إعلام عربي حر وقادر على التعبير عن مواطنيه بشكل مختلف، وساعتها سيكون قادر على نقل صورة الحقيقة التي نمثلها في هذه القضية تحديدا. تضمنت الرسالة الرئيسية ثلاثة محاور أساسية، هي المحور الأول حول هيمنة الرواية الإسرائيلية على وسائل الإعلام الغربية، والمحور الثاني يتناول حجب المحتوى العربي والأجنبي الداعم للقضية الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمحور الثالث حول سبل التحرك الإعلامي العربي لدحض هذه الرواية وكشف الحقائق للرأي العام العالمي. أظهرت حرب غزة تحديا كبيرا أمام الإعلام العربي، لذا يجب وضع آليات جديدة أمام الإعلام العربي للتواصل مع الآخر وشرح القضية الفلسطينية. من الجامعة العربية منذر بدوح، التلفزيون المصري. مشاهدي الكرام، أحداث الليلة ما يزال فيها المزيد، نتابع بعد قليل. رئيس الوزراء يبحث مع نظيره البلجيكي سبل دعم مجالات التعاون بين البلدين. والمرشحون للانتخابات الرئاسية 2024 يختارون الرموز الانتخابية في 8 من نوفمبر المقبل. على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى البوابة العالمية، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقديره للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي. وأشار الدكتور مدبولي خلال لقائه نظيره البلجيكي ألكسندر ديكرو إلى تطلع مصر لمشاركة الجانب البلجيكي في المؤتمر القومي للاستثمار المقرر عقده في إبريل 2024. من جانبه أكد رئيس وزراء بلجيكا دعمه للجهود المصرية في احتواء الأزمة الجارية في غزة والدفع نحو إدخال المساعدات للقطاع والدور الأساسي لمصر في هذا الشأن. كما التقى رئيس الوزراء دكتور مدبولي في بروكسل أنا بيردي المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وعقب اللقاء أعرب مدبولي عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مؤكدا أهمية قيام المؤسسات المالية الدولية بمساعدة البلدان النامية في مواجهة تداعيات الأزمات المالية العالمية المتلاحقة. في بروكسل كذلك، وخلال لقائه مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد دكتور مدبولي أهمية الشراكة المهمة التي تجمع الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في العديد من المشروعات المهمة في القطاعات المختلفة، ومن بينها مجال الطاقة المتجددة، داعيا رئيسة البنك إلى توسيع نطاق التعاون في المشروعات ذات الصلة. خلال لقاء أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى. كما أكد أن المشروعات التنموية الكبرى التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير ملايين من فرص العمل للأجيال الجديدة. حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي 8 نوفمبر المقبل لاختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية ل 2024 لرموزهم الانتخابية، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية باسم المرشح وترتيبه في بطاقة الاقتراع والرمز الانتخابي الخاص به في 9 نوفمبر. وأصدرت الهيئة القرار رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده أن يختار رمزا انتخابيا من بين الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح. يبدأ اليوم الجمعة 27 أكتوبر العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2023. سيستمر العمل به لستة أشهر لينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ في إبريل الماضي بقرار من مجلس الوزراء بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية. في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم وتحت شعار دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، نظمت إدارة المعهد القومي بوزارة التربية والتعليم ندوة عن نصر أكتوبر
تهدف لتوعية طلاب المدارس بانتصارات أكتوبر وبناء الوعي لديهم لمواجهة المواقع الإلكترونية التي تحاول أن تنال من هذا النصر العظيم. حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وشهدائنا من حرب أكتوبر، وقف المشاركون في الندوة التي تم تنظيمها تحت شعار دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، والتي ندد خلالها الطلاب بهذا العدوان الغاشم. مصر حليف الجند المصري اللي هو اختلف بقى من 67 عن 73، هم هزمونا في 67 في 6 ايام، احنا هزمناهم في 73 في 6 ساعات. كنا مستولين على النقط القوية اللي موجودة كلها، 31 نقطة قوية رفعنا عليها العلم المصري، وانزلنا الاعلام الاسرائيلية ترفع العلم المصري على 31 نقطة قوية في 6 ساعات. ده إعجاز، شيء عظيم ان احنا نوصل لغاية مدارس الثانوي الاعدادي انها نشرح عندهم الكلام ده، لان هم المستهدفين دلوقتي. اقول لهم اسمعوا وفكروا في اللي انتوا تسمعوه، عشان تطلع من صغرك بتفكر هل الكلام ده قبله ولا ما قبلوش. لما لقيته له موجود على الواقع وجاب نتائج وانا عايش في النتائج دي، ابقى مقتنع بيه وابقى فخور بيه، لان لازم انت تفخر باهلك الكبار اللي هم عملوا هذا النصر العظيم. بناء الوعي لدى الاجيال الحاليه بنصر اكتوبر وترسيخ مفهوم الوطنيه والانتماء وحب الوطن هو ما اكد عليه القائمون على الندوه، والتي تم خلالها عرض فيلما تسجيليا حول انتصار اكتوبر، اضافة الى مجموعة من الاغاني الوطنية. نعلم ابنائنا حب الوطن، وانا بعمل لهم فعلا حتى غير الندوات دورات كتيرة في اكاديمية ناصر لدعمهم وتعليمهم ان هم كمعلمين وطلبة كمان ان هم الانتماء لبلدهم. بلدنا مصر عظيمة، فلازم يحسوا ان هم في انتماء للبلد. دي توعية ومهمة جدا للشباب اللي طالع، وحتى الأولاد الصغيرين والمدرسين وكل اللي ما حضرش التوقيت بتاع الحرب. الحقيقة دي بتنمي روح المواطنة والحفاظ على الوطن. شيء مشرف وشيء جميل، احنا بنعرف أطفالنا دول الأبطال والوحوش اللي هم كانوا في 6 أكتوبر. حاجة عظيمة وحاجة تشرف جدا. أنا إحساسي بأن أنا فخورة جدا ببلدي، وفخورة قوي بالمصر اللي عملته، وبالجيش اللي حقق نصر كبير جدا وحمانا من عدو رهيب كان ممكن أن هو يجي أثر علينا جدا وفعل الجيل بتاعنا. كان انتصار من أعظم الانتصارات لمصر ومن أصعب الهزائم على إسرائيل، وقدرنا فيه أن احنا نحقق المستحيل وهو تحطيم خط بارليف، وباعتباره جسرا من التواصل بين الأجيال المختلفة بدءا من جيل أكتوبر حيث الحرب والنصر، إلى جيل من الشباب الحالي ليتعرف عن قرب عن انتصارات أكتوبر العظيمة، ليصبح قادرا على البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة. وصلنا إلى أخبار الاقتصاد. فيها وزير التجارة يبحث مع ناظرات الألمانية لتعزيز التعاون الثنائي بالمجالات الاقتصادية، ووزير الانتاج الحربي يبحث مع وفد يوناني إمكانية التعاون المشترك في الصناعات الدفاعية. أما اتحاد الغرف التجارية فيناشد محل تجارة التجزئة للمواد الغذائية بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك. كل ذلك في هذا التقرير. في ختام زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين، بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية وتوقيع بروتوكول اللجنة المشتركة والاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل المناخي والطاقة. بحث وزير الانتاج الحربي محمد صلاح الدين مع احدى الشركات اليونانيه العامله في مجال الصناعات العسكريه تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين. واكد وزير الانتاج الحربي ان الهدف الاساسي هو تلبيه احتياجات ومطالب القوات المسلحه والشرطه من المعدات والاسلحه والذخائر، واستغلال فائض الطاقات الانتاجيه لتصنيع منتجات مدنيه متنوعه تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد القومي.
شهد وزير الكهرباء محمد شاكر ورئيس مجموعة انرجي تشاينا الصينية توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية لإنشاء محطة للضخ والتخزين بقدرة 2000 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل. وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والشركات الصينية. وجه وزير الزراعة السيد القصير قيادات الوزارة وجميع مسؤوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي من أجل زراعة المساحات المستهدفة. ناشد اتحاد الغرف التجارية المصرية محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل ومحال في كل ربوع مصر بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة طبقا لفواتير البيع أو المطبوع على السلع. وأوضح الاتحاد جواز البيع بأسعار أقل طبقا لآليات السوق التي يحكمها القانون. درجات الحرارة المتوقعة كانت آخر ما لدينا في أحداث الليلة. شكرا لمتابعتكم وتصبحون على ألف خير.